بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، امتثالا لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، قررنا نحن قادة لواء ذي قار بالانضمام الكامل بالعدد والعتاد إلى صفوف جيش الإسلام، لنكون صفا واحدا لاستكمال جهادنا حتى تحرير آخر شبر من أرض الشام من العصابة الأسدية التي فاق إجرامها كل إجرام، ورفع الظلم عن أهلنا المحاصرين والمشردين والمقهورين، ودحر عصابة البغدادي التي ما فتئت تنكل بعامة المسلمين وتطعن المجاهدين في ظهورهم، مقدمين في ذلك مصلحة الدين الحنيف أولا ومصلحة أهلنا الشعب السوري ثانيا، على أي اعتبار فصائلي وحزبي، مبتغين في ذلك وجه الله تعالى وتوحيد الصف وطموحات شعبنا الثائر على الظلم والعدوان. والله ولي التوفيق. الله أكبر. الله أكبر.